بفضل الله تعالى تم افتتاح ثلاث مصانع جديدة في المنطقة بحضور السيد الوالي أنور ألكر والسيد الوالي بوراق أك ألر وممثلين عن جميع الفعاليات في المنطقة. أيضا العمل قائم على بناء أكثر من 20 مصنع بمساحة تقدر ب 27500 متر مربع، والعمل قائم أيضا على بناء أكثر من 80 محل حرفي بمساحة تقدر ب 20,000 متر مربع. الجدير بالذكر أن المدينة الصناعية الأولى في مدينة الباب هي أكبر تجمع صناعي في الشمال السوري. في هذا اليوم 1/2 تم افتتاح معمل السلام بصهر المعادن في المنطقة الصناعية الأولى في مدينة الباب. افتتاح معمل حصار الحديد في مدينة الصناعية الأولى في الباب. في 1/2 تم فتح منشأ غربة للمحاصيل الزراعية في المدينة الصناعية الأولى في الباب.